مشاهدينا أهلا بكم معنا إلى آخر الأسبوع عبر ساعتين من الآن، نفتح الملفات التالية. الله أكبر. فصائل عسكرية تعلن الحرب على النظام في مدينة النواعير، وتسعة كيلومترات تفصلها عن قلب المدينة. لنقول لك يا قاضية دمشق. جهات أمنية أجنبية تنصح الزعيم اللبناني وليد جنبلاط باتخاذ أقصى الاحتياطات بعد سلسلة تهديدات من قبل نظام الأسد. الأمم المتحدة، فضائح لا تنتهي في سوريا، وانتقادات تمس دورها ومصداقيتها كمؤسسة دولية محايدة. وتتابعون أيضا مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تناولته أيضا صحافة الغرب. وأيضا اختفاء 9000 لاجئ قاصر في ألمانيا، والسلطات والمنظمات الإنسانية تتستر عن الأسباب. أهلا بكم مشاهدينا إلى آخر الأسبوع وفي أولى ملفاتنا. بعد أن كانت الأنظار تتجه إلى ريف حلب الشمالي والجنوبي حيث أشرس المعارك تجري هناك، تتحول فجأة إلى محافظة حماة. فلم يمضي سوى أسبوع فقط على إعلان إطلاق معركة تحرير ريف حماة الشمالي حتى حققت الفصائل على الأرض تقدما نوعيا، وذلك من خلال وضع استراتيجية عسكرية جديدة تداركت من خلالها الفصائل أخطاءها السابقة وركزت على عناصر الانضباط والتنظيم والتنسيق أيضا، ليفرض واقع عسكري جديد وضع الفصائل العسكرية أمام 9 كيلومترات فقط عن مدينة حمام، لتضرب عاصمة النواعير موعدا جديدا مع الثورة التي غيبت عنها منذ عام 2011. نتابع. بثلاثة أسماء مختلفة بدأت معركة واحدة في ريف حماة، حمام الغضب نصرة لحلب غزوة الشيخ مروان حديد وفي سبيل الله نمضي. فمهما اختلفت المسميات ومهما اختلفت الفصائل المشاركة فيها، إلا أن الهدف كان واضحا بالنسبة للثوار، هو تخفيف الضغط عن جبهات حلب أولا، وطرد النظام وميليشياته من ريف حماة الشمالي والشمالي الشرقي ثانيا، وصولا إلى قلب مدينة حماة. المعركة التي شارك فيها 5 فصائل من الجيش الحر، وهي جيش العزة، جيش النصر، جيش التحرير، جيش الفاروق، وحركة أبناء الشام، أضف إلى ذلك جند الأقصى، بدأت في يومها الأول بقصف مدفعي وصاروخي عنيف على الخط الدفاعي الأول لنظام الأسد وميليشياته شمال حماة. وهنا نتحدث عن حواجز الزلاقيات وشليوط والمقشرة، بالإضافة إلى زلين كمحور أول للمعركة. تلاها اشتباكات عنيفة استطاعت خلالها كتائب الثوار في ساعة قليلة من السيطرة على الحواجز المذكورة آنفا، وسط انهيارات كبيرة في دفاعات قوات النظام وميليشياته التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. الاشتباكات لم تتوقف عندما تطرقنا له سابقا، بل أصبحت منطقة تلو الأخرى تسارع الفصائل المشاركة في الوصول إليها، وشيئا فشيئا أصبحت المسافات الحسابية بينها وبين المدينة أقل. المعارك كانت ذا غلة وفيرة للثوار، مع سيطرتهم أيضا على المشفى وقرية المصاصنة وحواجز الثروات ومداجن أبو حسين وجب الدكتور والرقية في قرية البويضة.
انتصارات الثوار شملت في يومها الثاني قرى وبلدات استراتيجية، لعل أهمها كان السيطرة على بلدة حلفاية بالكامل وقرى البويضة والزلاقيات المجاورة وتل الناصرية وحواجز سمان ومدينة طيبة الإمام، الخط الدفاعي الأول لقوات النظام عن مدينة حماة، وجزء من استراد حماة حلب من المحور الجنوبي لمدينة مورك الخاضعة للثوار. مراسل أورينت نيوز أكد سيطرة الثوار أثناء المعارك على أسلحة ثقيلة وذخائر كانت بحوزة النظام وميليشياته، إضافة إلى تدمير عدد من المدافع الثقيلة والدبابات على الحواجز التي أقامها النظام كخطوط دفاعية. الله أكبر والعزة لله. سير العملية رافقها إحراق الإطارات في مدن وبلدات ريف حماة في محاولة لإرباك الطيران الحربي وإبعاده عن مواقع الثوار، كما حصل قبل في معركة حلب مطلع آب الجاري. وبالعودة للحديث عن أهمية حلفاية، يقول مراسلنا إنها تقع قرب طريق رئيسي يربط المناطق الساحلية بطريق حلب دمشق السريع، وهي على بعد بضعة كيلومترات فقط من مدينة محردة المسيحية التاريخية إلى الغرب. صوران وعدد من الحواجز المحيطة بقرية معان في ريف حماة الشرقي وحواجز الترابيع جنوب حلفاية كانت جميعها بيد الثوار في اليوم الثالث من المعركة. جاء ذلك عقب تمكن الثوار من السيطرة على أعتى حواجز النظام في محيط المدينة، وهما حاجز المكاتب وحاجز مفرق صوران. أما معارك الساعات الماضية فقد سيطر الثوار خلالها على كامل بلدة معردس. القراءة المتوقعة لاحقا تتركز في التحضير لاقتحام جبل زين العابدين الاستراتيجي، والذي يعتبر مركزا لقيادة العمليات والحرب الإلكترونية والإشارة لقوات الأسد. وضمن خانة القراءات لما هو قادم، تعتبر سيطرة الثوار على بلدة معردس خطوة أخيرة على بلدات موالية في تلك المنطقة كقمحان ومعان. على العموم، خسارة النظام وميليشيات هذه تطرح علينا العديد من الأسئلة، أبرزها ما السبب وراء الانهيارات المتتالية للنظام في الريف الحموي، على الرغم من أن هذه المناطق جميعها محصنة جدا، بالإضافة أيضا إلى أن أعداد الثوار المشاركة بالمعركة ليست بالكبيرة. إذن للحديث عن تطورات هذه المعركة أرحب بضيفي من عمان اللواء فايز الدويري، خبير عسكري واستراتيجي. مساء الخير سيادة اللواء، أهلا بك معنا في آخر الأسبوع. وأيضا ينضم إلينا من ريف حماة مراسلنا من هناك فراس كرم، أهلا بك فراس. أبدأ معك بآخر تطورات معركة حماة حتى هذه الساعة لو توجزها لنا لو سمحت. نعم ميرنا، طبعا عندما نتحدث أن المعركة بدأت على مشارف جبل زين العابدين، يعني المعركة بدأت على مقربة من مدينة حماة بحوالي 8 إلى 9 كيلومترات، أي أصبح الثوار على مشارف مدينة حماة من الجهة الشمالية. طبعا الآن هناك مواجهات بين الثوار وقوات النظام على جبل زين العابدين، هذا الجبل الذي يتخذ منه النظام آخر الحصون الدفاعية عن مدينة حماة. ولصد تقدم الثوار أن هذا الجبل بحسب ما يدور حوله من اشتباكات بين الثوار وقوات النظام يبين أنه ساقط لا محال خلال الساعات القادمة بأيدي الثوار أمام ما يتعرض له من ضربات عنيفة من قبل الثوار. طبعا آخر نقطة الآن يسيطر عليها الثوار هي محطة معردس وأيضا كازية زيدان جنوبي قرية معردس الاستراتيجية، التي كانت هي استراتيجية بالنسبة للنظام والآن أصبحت هي استراتيجية بالنسبة للثوار، لأنها أصبحت مركز عملياتهم وانطلاق عملياتهم العسكرية ضد قوات النظام. طبعا بالمقابل هناك اشتباكات عنيفة تخوضها عدد من كتاب الثوار على جبهات معان بريف حماة الشرقي على أكثر من 7 نقاط عسكرية لقوات النظام في ريف حماة الشرقي، بالتحديد بالقرب من قرية معان. وأيضا بالمقابل هناك مواجهات بين الثوار وقوات النظام بريف حماة الشمالي بالشق الغربي. طبعا هذه الجبهة تمتد على مساحة تصل إلى أكثر من 20 أو 25 كيلومتر. الآن الثوار يقاتلون النظام على أكثر من 9 مواقع للنظام رئيسية، نبدأ بها هي حواجز الشير الواقعة جنوبي مدينة محردة والتي تقع على الطريق العام محردة حماة، والذي يعتبر هو أهم خطوط النظام بالإمداد أو الدعم من قبل المناطق الموالية بريف حماة الغربي أو الساحل السوري. أيضا هناك مواجهات عنيفة بين الثوار وقوات النظام على مشارف مدينة حماة من الجهة الشمالية،
بالمقابل أيضا النقاط الثلاثة التي يشتبك الثوار معها هي كنقاط رئيسية بالقرب من قرية معان، دفعت بالشبيحة إلى حالة من التخبط. الآن هناك عدد من القرى التي كانت تخضع لسيطرة الشبيحة في ريف حماة الشرقي بدأت بالنزوح والهروب أمام تقدم الثوار. بالمقابل أيضا هناك تخبط واسع تشهده قوات النظام والشبيحة داخل مدينة حماة. طبعا هناك تخوف عند النظام من سقوط مطار حماة العسكري في أي لحظة مفاجئة، مما دفعه إلى نقل كميات كبيرة من الذخيرة إلى مناطق أخرى تخضع لسيطرته في العمق المناطق الموالية ميرنا. أنا أشكرك على كل هذه الصورة التوضيحية حول آخر تطورات معركة حماة، مراسلنا من ريف حماة فراس كرم. وأنتقل بكل هذه النقاط التي ذكرتها إلى اللواء فايز الدويري. سيادة اللواء، معركة هنالك من يراها بأنها كانت يعني مفاجئة، خاصة بأن الأنظار كانت تتجه إلى ما يجري في حلب وفي ريفها. لماذا يفتح أو تفتح الفصائل العسكرية معركة حماة بهذا التوقيت بالذات، وخاصة أنه نعرف أنه حماة محصنة ولم تشهد معارك منذ فترة طويلة؟ يعني هي استغلت أكثر من ظرف. الآن ما يجري في الراموسة ودرع الفرات جذب الانتباه والتركيز باتجاه ريف حلب الجنوبي والشمالي. الأمر الآخر أن هذه الجبهة ريف حماة الشمالي مر عليه فترة طويلة جدا اتسمت بالسكون والهدوء وعدم وجود قتال حقيقي فعلي. هذا انعكس على مدى الجاهزية لقوات النظام، فخلدت إلى الراحة وإلى الاسترخاء، وبالتالي الانتباه مشدود باتجاه منطقة أخرى، الطيران يتعامل ويركز على منطقة أخرى، حالة من الاسترخاء لدى النظام. هذه الأمور ويضاف إلى ذلك الرغبة في الثأر إنجاز التعبير لداريا والتخفيف عن منطقة الراموسة، قامت ثلاثة غرف عمليات كما هو معروف. ونسقت العمل بالتزامن وبدأ الهجوم بثلاثة اتجاهات، حقق إنجازات حتى هذه اللحظة هي إنجازات كبيرة ومقدرة. هذه الإنجازات الكبيرة أمامهم العديد من الخطوات بالفعل. سيادة اللواء، هذه الإنجازات الكبيرة هل هي بسبب ارتخاء الجبهة كما تحدثت عسكرياً؟ وماذا عن الخطوات اللاحقة، يعني الأماكن المحصنة لقوات النظام في حماة ومنها أبرز تحصينات مطار حماة العسكري؟ يا سيدتي، يعني دعيني أعود بالحديث إلى ما قبل شهر. عندما كنا نتحدث عن الراموسي وتحدثت معكم وخلال هذه الفضائية، وعندما طرح علي سؤال معركة حلب الكبرى قلت لكم لم يئن أوانها بعد. دعونا نتحدث عما يجري وعن تثبيت المنجزات وحماية المنجزات والانتقال إلى مراحل عملياتية وتعبوية وليس إلى مراحل استراتيجية. الآن القتال في ريف حماة الشمالي، هناك لا تزال قمحانة ونقطة المراقبة والرصد في الجبل، وبالتالي هناك عدة إجراءات وعدة أهداف مرحلية ميدانية لابد من إنجازها قبل أن نتحدث عن مطار حماة وحتى قبل الحديث عن مدينة حماة، لأن بالأمس كان بعض المحللين يتحدث عن مدينة حماة الكبرى. صحيح. ما سير المعارك يجب أن يعلم الثوار، يجب أن يعلم الثوار شيء، أنهم يستطيعوا خلال الساعات الأولى تحقيق إنجازات كبيرة من خلال اعتماد مفهوم الترويع والصدمة. تبدأ العمليات بعمليات انغماسية، تنهار الخطوط الدفاعية، يحققوا إنجازات كبيرة، لكن الذي يحدث في بعض الحالات تكون هناك اندفاع واستغلال لعوامل الترويع والصدمة واستثمارا للفوز. تبدأ الحمل الجوي تأخذ مفاعيلها، وتبدأ قوات النظام بإعادة بناء قوتها، وتبدأ الهجمات المضادة تشن تباعا وبصورة متتالية. طيب. انظري ما يهدي. أنا لا أقلل من إنجازات الراموسة، وأنا أول من تحدث عن الراموسة قبل حدوثها، ولكن انظري ماذا يحدث هناك. لا نتحدث عن حلب، نتحدث عن إبقاء شريان الراموسة مفتوح. الآن يجب أن لا أتحدث عن حماة، يجب أن أتحدث
تتحدث عن تحقيق الإنجازات وحمايتها وتعزيزها بإنجازات ميدانية. نعم. يجب أن أسيطر على قمحايا يعني وعلى الأطراف الشمالية قبل أن نتحدث عن حماة. يعني سيادة اللواء أنت تتحدث بأنه من الأهمية الآن عدم استباق الأمور، يعني الحفاظ على المناطق التي تم السيطرة عليها لكي لا يتم خسارتها أو أن تهدأ الجبهة بالفعل مثل ما أشرت إلى جبهة ريف حلب الجنوبي. ولكن إذ عدنا يعني سبب انطلاق هذه المعركة، من يديرها تحديدا ومن يقوم بها على الأرض وأهدافهم تجهيزاتهم كيف تقيمهم؟ يا سيدتي، يعني هناك ثلاثة غرف عمليات. بالأمس كانت هناك إشارة أن وتحدث التقرير عن 5 فصائل، لكنه لم يشير إلى ما ذكر يوم أمس بأن أحرار الشام وأجناد الشام وبعض هذه الفصائل بدأت بالتوجه لتعزيز هذه العمليات العسكرية، وبالتالي الآن نتحدث عن تكتل كبير من الفصائل قد يصل إلى 8 فصائل. هذه الفصائل يجب ألا تبقى تعمل في 3 غرف عمليات أو 5 غرف عمليات أو 8 غرف عمليات، عليها أن تنشئ غرفة عمليات مشتركة تنسق العمليات، تضع الخطة الدفاعية، تقرأ الواقع الميداني، تقيم الخطورة المضادة، تقيم قدرات العدو وإمكاناته واحتمالات واتجاهات هجومه المضاد، حتى تثبت النصر، وبعد أن نتمكن من تثبيت النصر والحفاظ على المكتسبات أطور عملية اللاحقة. يجب أن لا أقفز إلى ما هو أبعد من إمكاناتي. يجب أن لا أقفز لما هو في الواقع الافتراضي وليس في الواقع الحقيقي. أنا أقول الراموسة كانت من أروع العمليات العسكرية وتحدثت عنها قبل أسبوعين من حدوثها، ولكن كان يجب على الثوار في الراموسة أن يطوروا المنطقة الدفاعية كما تحدثت. لا أقول أنا أعرف أكثر منهم، أهل مكة أدرى بشعابها، ولكن كمحلل عسكري واستراتيجي كان عليهم أن يحموا أكتاف المناطق المحررة وأن لا يسمحوا بالعودة لقوات النظام والميليشيات الشيعية إلى تلة المحروقات وإلى أطراف 1070. هذا ما أقوله في حماة الآن. عليهم أن يسيطروا على قمحايا، على جبل زين العابدين، أن يقوموا ببناء خطة دفاعية تسمح بالتطوير وتمنع الهجمات المضادة. أنا أشكرك على وجودك معنا سيادة اللواء فايز الدويري الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثتنا مباشرة من عمان، شكرا جزيلا لك.